أحبائي في الصف الثاني ثانوي، بعد أن أنهينا دراستنا لموضوع الإدراك الحسي، عملنا اليوم هو كيفية معالجة أي موضوع مرتبط بهذا الدرس. ولكن أولاً، لابد أن نتذكر بأن أجزاء هذا الدرس الأساسية هي التالية: المقدمة، النظرية التعقلية، نقد النظرية التعقلية، ثم النظرية الجشتالتية، ونقد النظرية الجشتالتية، وأخيراً التوليفة. بناء على ذلك، فإن الموضوع المطروح في أي مسابقة أو امتحان سوف يتناول إما النظرية التعقلية وإما النظرية الجشتالتية. لهذا سوف نأخذ كل احتمال من هذين الاحتمالين لنتفق على كيفية المعالجة. فكما تعرفون أن كل مسابقة في مادة الفلسفة تحتوي دائما على ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو: اشرح هذا الموضوع مبينا الإشكالية التي يطرحها. والسؤال الثاني يكون دائما: ناقش هذا الموضوع في ضوء نظريات أخرى تعرفها. أما السؤال الثالث فهو دائما سؤال حر تعبرون فيه عن آرائكم الشخصية. لهذا سوف نركز أولا على كيفية معالجة السؤالين الأول والثاني، لنترك الكلام على السؤال الثالث إلى الأخير. فلنفترض بداية أن الموضوع المطروح يتناول النظرية التعقلية. ففي هذه الحالة، ما يجب كتابته عند الإجابة عن السؤال الأول هو المقدمة العامة الموجودة في أول الدرس. هذه المقدمة التي يجب أن تنتهي دائماً بتوضيح إشكالية هذا الدرس، هذه الإشكالية التي يجب أن تتألف دائماً من ثلاث أسئلة على الأقل. السؤال الأول يعرف بالإشكالية العامة، وهو في هذا الدرس: ما هي طبيعة الإدراك الحسي؟ والسؤال الثاني الذي يجب أن يلمح للنظرية المطروحة في الموضوع أعلاه. لهذا يمكنني أن أسأل مثلا: هل الإدراك الحسي هو في الأساس عملية عقلية؟ أما السؤال الثالث الذي يجب أن يلمح للنظرية الأخرى في هذا الدرس، والتي هي النظرية الجشتالتية التي سوف أناقش بواسطتها آراء النظرية التعقلية، لهذا يمكنني أن أسأل هنا مثلا: أم أنه عفوي مباشر وليس إلا تقبل سلبي لصور العالم الخارجي عن طريق الإحساس؟ كما بإمكاني أن أضيف سؤالاً رابعاً ألمح فيه إلى احتمالات أخرى قد يأخذني إليها النقاش في هذا الموضوع، أو قد ألمح أيضاً في هذا السؤال إلى التوليفة في هذا الدرس، كأن أسأل مثلاً: أم أنه جزء لا يتجزأ من حياتنا المعاشة؟ وبعد الانتهاء من المقدمة المنتهية بالإشكالية، يجب أن ننتقل إلى شرح أفكار النظرية التعقلية بالتفصيل كما درسناها سابقاً. وكل هذا تابع طبعاً للإجابة عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني في المسابقة، والذي هو دائماً على الشكل التالي: ناقش هذا الموضوع
في ضوء آراء أو نظريات أخرى تعرفها. فالمناقشة هنا يجب أن تبدأ بنقد النظرية المطروحة في الموضوع، وبعد النقد يجب أن ننتقل إلى طرح أفكار نظرية جديدة وهي النظرية الجشتالتية. لأنهي أخيراً هذا السؤال أو الإجابة عن هذا السؤال بنقد النظرية الجشتالتية والتوليفة. كل هذا يجب أن نفعله إذا كان الموضوع المطروح في البداية يتناول النظرية التعقلية. أما إذا كان الموضوع يتناول النظرية الجشتالتية، فما الذي سيتغير؟ فما سيحصل هنا هو التالي: في الإجابة عن السؤال الأول في المسابقة، والذي هو دائماً اشرح هذا الموضوع مبيناً الإشكالية التي يطرحها، المقدمة يجب أن تبقى دائماً هي ذاتها في كل الاحتمالات. إذن يجب أن أكتب أولاً مقدمة الدرس. أما الإشكالية فإن ترتيب الأسئلة فيها سوف يتغير ليكون على الشكل التالي: السؤال الأول، والذي هو الإشكالية العامة، يبقى دائماً كما هو في هذا الدرس، وهو: ما هي طبيعة الإدراك الحسي؟ أما السؤال الثاني الذي يجب أن يتناول دائماً الموضوع المطروح، فسوف يكون هذه المرة: هل هو عفوي مباشر وليس إلا مجرد تقبل سلبي لصور العالم الخارجي عن طريق الإحساس؟ أما السؤال الثالث الذي يجب أن نلمح فيه إلى النظرية الأخرى في هذا الدرس، فيكون هنا: أم أن الإدراك الحسي هو في الأساس عملية عقلية؟ ليكون السؤال الأخير الذي يجب أن نلمح فيه إلى التوليفة أو إلى آفاق أخرى لهذا الموضوع، يكون هذا السؤال التالي: أم أنه جزء لا يتجزأ من حياتنا المعاشة؟ وبعد الانتهاء من الإشكالية يجب أن ننتقل هنا إلى فقرة الشرح، والتي يجب أن أشرح فيها النظرية المطروحة في الموضوع أعلاه، لأكتب هذه المرة آراء النظرية الجشتالتية بالتفصيل. أما في الإجابة عن السؤال الثاني، والذي هو: ناقش هذا الموضوع في ضوء نظريات أخرى تعرفها، فيجب أن أبدأ هذه المرة بنقد النظرية الجشتالتية، ثم النظرية التعقلية، ومن بعدها نقد النظرية التعقلية والتوليفة. هذه هي الاحتمالات التي ممكن أن تطرح في أي مسابقة تتناول درس الإدراك الحسي. أما الآن فلنأخذ كوظيفة بسيطة للمرة القادمة المواضيع التالية: والمطلوب منكم هنا هو فقط أن تعرفوا أي نظرية يتناول كل من هذه المواضيع. وبالإضافة إلى ذلك أريد منكم أن تعالجوا أيضا السؤال التالي: هل تلعب الميول برأيك دورا في الإدراك الحسي؟ برر إجابتك. هذا السؤال الذي يمكننا اعتباره السؤال الثالث من المسابقة،
والذي فيه نعبر عن آرائنا الشخصية وبحرية. ولكن أذكركم هنا بضرورة تدعيم الآراء الشخصية بالشواهد والبراهين والأمثلة اللازمة، وضرورة الحديث عن عدة احتمالات في الإجابة وعدم التطرف في الرفض أو القبول أو في أي رأي محدد. وأرجو منكم تسليم هذه الوظيفة خلال الأسبوع القادم، مع أملي وتمنياتي بأن ألتقي بكم قريبا، وإلى اللقاء.